كأنه عاد إلى أمه. فالأم أصلا إذا غاب عنها ابنها تضمه، يأتي هنا شرف الطاعة وذل المعصية. فمن كان طائعا يكون ضمة القبر له رحمة لا تلبث أن تنفك، تضمه ضمة قد يجد شيئا من ألمها كما يجد أحدنا ألم المرض، ألم فقد الحبيب، ألم الموت، ثم لا ثم تخلي عنه، يأتي طاعته فتجعل الأرض ترفق به. والكافر عاذنا الله إياكم، فإذا وضع في الأرض فإن الأرض تضمه باعتبارها أما له، لكنها لما تعلم أن الله ساخط على أن الله ساخط عليه وأنه متلبس بالمعاصي تضمه ضمة تختلف منها أضلاعه كما دلت عليه الأحاديث.